طيار مدير مكتب مواقع الاخبار بالشرقيه، واقول اول واحده متراجعه. تم التواصل مع الدكتوره نانسي عبد الحق بان هي تبعت لنا عرض التبرع بالدم لمكان الحادث لوجود كثافه كبيره من المواطنين. الاول كنا بنبعت بميكروباصات وبنبعت بعربياتنا الملاكي لغايه المستشفيات، ولكن من عشان نوفر المشوار طلبنا من الدكتوره نانسي عبد الحق مدير بنك الدم ان هي تبعت لنا عربه لتواجد مكان الحادث هنا، وبالفعل استجابت الدكتوره وعلى الفور بعتت العربيه لينا. زي ما حضرتك شايف زميلي الخلوف، المواطنين يعني مش عايزه اقول لك متسارعين على التبرع، متسارعين وهنا واقفين على قدم وساق للتبرع بالدم. ربنا يصح بالنشد عن طريق مصر اليوم مناشده ان الناس تتواجد مكان الحادث للتبرع بالدم لاهالينا المصابين في مستشفى الجامعه بره، بس عشان ربنا يشفي المصابين دول، وربنا يعرف مدام حسنات وربنا يشفي المصابين ويصبر اهالي المتوفين يعني، بس كده ربنا يكون في عونهم.